أعتقد على أن أساتذتنا وأستاذتنا وكذلك باحثينا وباحثتنا أنهم يعتبرون بمثابة سفراء لقضيتنا الوطنية قضية الصحراء المغربية. اليوم سنتواجدوا لمناقشة موضوع مهم جدا ويهم جميع كل مواطن ومواطنة، وهو الترافع الأكاديمي حول قضية الصحراء المغربية. أكيد أننا عملنا على موضوع مهم جدا وهو المتعلق بالترافع بصفة عامة. هذه التجربة عرفناها تقريبا من 2016 حول الترافع والمحاكمات الافتراضية، لكن اليوم فكرنا بأننا لازم ولا بد أن ننخرط في إطار الترافع على قضية الوطنية في إطار تثقيف ويعني بالحجج التاريخية والآليات للترافع التي تهم الطلبة والطالبات. الهدف ديالنا من هذا الترافع، يعني لأن عرفت هذا الموضوع، لا نقول لن ندعي السبق في هذا الموضوع بتاتا، وإنما هذه المواضيع ربما كنا تنقول بأنها من النظام العام ومن الصميم التي ترتبط بقلب كل مواطن ومواطنة في تناوله في جميع الجامعات المغربية وفي جميع المنتديات. لكن ما نريد أو نرجو أن نكون لنا السبق في ذلك، وهو التميز في ذلك، وهو الترافع. عندما أقول ترافع يعني في إطار يعني جلسة تتشرف فيها مجموعة من الهيئة القضائية، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية، وكذلك الوكيل العام لمحكمة التجارية، وكذلك الناقب هيئة المحامون بمراكش، وأساتذة جامعون من كليتنا يترأسهم السيد العميد. ستكون جلسة فيها مجموعة من طرح بعض الأسئلة التي تثبت فعلا أننا لا ندعي شيئا، وإنما ندعي بأننا أصحاب حق وأصحاب قضية، التي كما قال المرحوم الحسن الثاني مغفور له أنه قال بأننا نحن في أرضنا والصحراء في مغربها. وبالتالي ما نريد أن نقوم به الآن أن نلقن لطلبتنا الأعزاء المعرفة والتمكن من الآليات المعرفة، لأن لا تسلحتي بالمعرفة وتسلحتي بالحجج الواقعية والتاريخية والحقيقية والموضوعية وبالحياد بدون انحياز لأي انحياز بدون أي مبرر، سيكون الباحث الأكاديمي المعول عليه في المستقبل في إطار الدبلوماسية الموازية. وأكيد غادي يكون في المقابل غادي يكونوا جوج طلبة ديالنا اللي خريجي هذه الكلية العتيدة اللي غادي يقوموا بالترافع، يعني ستطرح عليهم الأسئلة وسيبدون بالحجج والآليات للتشبث ولإثبات هذا الحق بالأسانيد القانونية. هذا هو يعني الموضوع بصفة عامة. وبطبيعة الحال هذا العمل راه انخرط فيه واحد مجموعة من المختبرات التابعة لجامعة القاضي عياد، مختبر البحث في السياسة الجنائية كمنظم، بالإضافة إلى مختبرات تابعة لجامعة القاضي عياد الذي يترأسه الأستاذ الغالي، وكذلك مختبر الدراسات الذي يديره الأستاذ بخنوش والمختبر الآخر الذي يديره الأستاذ الجريني. ومن طبيعة الحال نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن نكون قد وفقنا، أو أننا إن أخطأنا فمن أنفسنا كما نقول دائما، وإن أصبنا فمن الله سبحانه وتعالى، وشكرا لكم. أعتقد بأن هذا اللقاء ينطوي على أهمية كبرى بالنظر إلى كونه أولا ينصب على قضية تسائل جميع المغاربة، خصوصا وأن القضية باتت بحاجة إلى انخراط مختلف الفاعلين، طبعا إلى جانب الفاعل الرسمي الذي طبعا يقوم بمهامه على مستوى الدبلوماسية الرسمية، فهناك كذلك دبلوماسية موازية يفترض أن تنخرط في كسب رهان هذه القضية العادلة. وأعتقد أيضا بأن الجامعة من منطلق أنها مركز للأفكار وللفكر الأكاديمي وللمرافعة كذلك الأكاديمية، يمكنها أن تساهم بصورة هامة على مستوى ترسيخ دفاع قوي لأجل قضية الوحدة الترابية، خصوصا وأن هناك الكثير من الدراسات طبعا في كلية الحقوق وأيضا دراسات تاريخية من شأن الاستناد إليها، ومن شأن كذلك البناء المرافعات عليها أن يعطي طبعا قوة للمواقف المغربية. وأعتقد كذلك بأن انخراط الطالب نفسه في هذه العملية من شأنه طبعا أن يجعل القضية فعلا يعني أن يرسخ مجتمعية هذه القضية، ويجعل الطالب كذلك على علم بجميع أو بمختلف النقاط القوية التي يملكها المغرب للدفاع عن هذه القضية، ليس فقط
على المستوى الإقليمي ولكن أيضا على المستوى الدولي بصورة تدعم طبعا حقوق المغرب في هذه الأقاليم.